وحول نفس الموضوع أيضا ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ أشرف، يعني الوقت مبكر الآن لالتقاط أي تصريحات متفاعلة مع المذكرة المصرية وهذا القرار للمذكرة المصرية أمام العدل الدولية، لكن ما المتوقع ضمن الدعم العربي لهذه المذكرة المصرية أستاذ أشرف، وهل سنشهد تنسيقا مصريا عربيا خلال الساعات المقبلة برأيك؟ مساء الخير لحضرتك سعيده. بدايه اؤكد على ان تقديم مصر مثل هذه المذكره هو استمرار للجهد المصري الذي يبذل منذ 7 من اكتوبر، اي عمليه الطوفان الاقصى، ثم ايضا حرب الاباده الاسرائيليه شنتها في 8 من اكتوبر، وسعت مصر منذ ذلك الوقت لبذل كثير من الجهود وتضحيات من اجل رفع المعاناه عن الشعب الفلسطيني على المستوى السياسي والامني وحتى الاغاثي، واستمرار جهود دفع تقديم المساعدات الغاثيه والانسانيه والغذائية للشعب الفلسطيني، ثم أيضا الجهد الذي بذلته مصر على مستوى القيادة المصرية في إرسال مجموعة من رسائل المجتمع الدولي بضرورة أن يكون هناك وضع حد لهذه المأساة في قطاع غزة، وأن الاتصالات الرئاسية المصرية لم تتوانى على مدار الساعة من أجل تحفيز المجتمع الدولي وترفيع مستوى حراكه فيما يتعلق بالتعاطي مع تفاصيل المشهد المزري في قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة في قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، وبالتالي عندما يكون هناك تحرك مصر على مستوى محكمه العدل الدوليه فهو جهد اضافي وجهد وحراك مطلوب تبذله مصر على كافه الاصعده السياسيه والدوليه والاقليميه من اجل ان يكون هناك بالفعل لفت نظر المجتمع الدولي وحثه على ضروره التعاون والتلاقي مع المواقف المصريه من اجل انقاذ شعب فلسطين. واعتقد ان هذا الجزء القانوني بتقديم مذكره لمحكمه العدل الدوليه سيضاف لمجمل هذه الجهود والتحركات المصريه على اكثر من صعيد في محاوله تطويق الازمه ووضع اسرائيل امام مسؤولياتها ومطالبه المجتمع الدولي للتحرك ليتولى زمام المبادره من اجل انهاء هذه المسبحه او المقتله الجاريه في قطاع غزه، وبالتالي ارى ان هذا الجهد سيقابل بكثير من التلاقي والدعم وربما الحاضنه العربيه في المقام الاول، وهذا الجهد سيحدث حوله تنسيق بالغ الاهميه في قادم الايام على مستوى الدول العربيه وعلى مستوى الامانه العامه لجامعه الدول العربيه، ربما نشهد في الايام القادمه اجتماعات على مستوى المندوبين الدائمين، وربما يصل في لحظه ما الى اتقاء على مستوى وزارة الخارجية، لأن هناك بالفعل درجة كبيرة من الإعان لحجم ما تقوم به مصر، وأيضا الثقة المتوفرة عربيا ودوليا أيضا باعتبار أن مصر رقم الصعب في هذه المعادلة، ومنذ 7 من أكتوبر وحتى الآن والجهود المصرية لم تتوانى ونتوقف لحظة، بل على عكس كل الأصعدة الدولية والإقليمية وحتى على مستوى المجتمع الدولي، وعلينا أن نعود بالوراء منذ 7 من أكتوبر لنلاحظ حجم توافد وتكاتر الزعماء العرب والدوليين والأمم المتحدة الذين تقاطروا وزاروا مصر والتقوا بالقيادة المصرية أو بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل فتح ثغرة في جدار هذه الأزمة، باعتبار أن مصر امتلكت كثير من المقومات ومارست ضغوط من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني وسعت لتعرية الموقف الإسرائيلي على مدار الساعة. وبالتالي أي تحرك في هذا الشأن سيحظى بكثير من الدعم الدولي والعربي والشرق الأوسطي، وما تكون الدولة الوحيدة التي سوف يكون لديها مواقف حانقة هي الدولة هي الاحتلال الإسرائيلي، لأن هذا الموقف المصري سيعري إسرائيل دوليا وإقليميا على المستوى القانوني أمام محكمة العدل الدولية، أكبر محكمة للأمم المتحدة مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا وغيرها، وأعتقد أن هذا الجزء ربما يمثل قاطرة لمواقف عربية داعمة للموقف المصري وتشد من أزره، وربما توفر لديه استحقاقات الدعم والحاضنة السياسية وأيضا مواقف دولية في المرحلة القادمة، باعتبار أن الموقف المصري يطالب ليس فقط بوضع حد حتى لأحداث قطاع غزة حاليا، لكنه يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته بشأن ممارسات 75 عاما من القتل والإبادة والاستيطان والممارسات الإسرائيلية العدوانية، وفي نفس الوقت أيضا يطالب المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي قرارات إسرائيلية تصب في خانة استمرار وتيرة العنف في الإقليم وتؤدي إلى مزيد من تأجيج الصراع في الإقليم، لأن مصر لديها رغبة في أن يكون لدى المجتمع الدولي اطلاع بمسؤولياته أمام التعاون مع هذا الجهد المصري، وأعتقد أن يوم 21 القادم أمام محكمة العدل الدولية المرافعة الشفوية المصرية ستتضمن كثير من الرؤى والمواقف والسرديات الخاصة بممارسات العدوانية الإسرائيلية ليس في قطاع غزة فقط لكن حتى على مدار السنوات الماضية، وستضع المجتمع الدولي للجم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وربما أعادة تأهيل الأوضاع إلى ما يمكن أن يحقق جزء يسير
من استحقاقات الشعب الفلسطيني في وضوء ما يحدث حاليا في قطاع غزة. أستاذ أشرف، لعبت مصر دور كبير ضاغط منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، لكن أن تختار الآن مصر هذا البعد القانوني، كيف يمكن أن نتوقع التعاطي الدولي الآن مع هذا التحرك المصري، وأين يمكن أن ينقل هذا التحرك المصري العلاقات المصرية الإسرائيلية أيضا؟ لأننا نتفق أن هذا التحرك بشكله القانوني أتى بعد سلسلة من التحركات بشكل تدريجي ممنع قامت به الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى لوقف العدوان، توفير استحقاقات الدعم أيضا للجزء الخاص بالمساعدات وأيضا إغاثة طبية والوقائية، في نفس الوقت أيضا مطالبة المجتمع الدولي بإصدار قرار، واشتركت مصر حتى في القرار الأخير اللي صدر في نهاية ديسمبر الماضي بعد أربع محاولات نجحت في المرة الأخيرة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها ممثل للمجموعة العربية، وصاغت مصر مشروع القرار الذي تم التوافق عليه بشأن ادخال مساعدات عاجلة وإيفاد مبعوثة دولية لهذا الغرض. أول زيارة كانت لمصر ومعبر رفح، وشارت بحجم الكفاءة والنجاعة المصرية في تسديد كافة العقبات وممارسة الضغوط على المجتمع الدولي وإسرائيل لمساعدة وإنقاذ الشعب الفلسطيني على المستوى الإنساني والوقائي وحتى الطبي والإغاثي. ثم أيضا كانت الجهود المصرية في المجتمع في جهود الوساطة، استضافت الثلاثاء الماضي اجتماعات لكبار المسؤولين الأمنيين في العواصم مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر في محاولة لتنفيذ ما يعرف بالصفقة الكبرى، أي إفراج عن الأسرى مقابل السجناء ووقف عمليات الاعتداءات الإسرائيلية، وما زالت هذه الجهود المصرية مستمرة على مدار الساعة. إذن هناك تنوع وتعدد في حجم التحركات المصرية، الهدف والغرض الرئيسي والمبتغى بشكل عاجل هو أن يكون هناك وقف لتلك الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة في هذه المرحلة، ثم يكون هناك التعاطي الجديد مذكرة لمحكمة العدل الدولية هي تحمل إسرائيل والمجتمع الدولي يقوم بأدواره ومسؤولياته أمام حجم الممارسات الإسرائيلية ليس فقط منذ 7 أكتوبر لكن حتى على مدار 75 عاماً، باعتبار ان ما يحدث في الاراضي الفلسطينيه وممارسات احتلال اسرائيلي سواء بعمليات القتل، قضم الاراضي، الاستيطان، الممارسات العدوانيه، فرض الحصار على الشعب الفلسطيني، عدم الاعتراف باقامه دوله فلسطينيه، كل هذه ممارسات ارتأت الدوله المصريه بكثير من النجاعه والقوه والشجاعه، توسيع دائره الحركه باتجاه المحكمه العدل الدوليه حتى تحشر اسرائيل في الزاويه، وفي نفس الوقت ايضا طلع المجتمع الدولي للقيام بدور مساند وداعم للجهد المصري، لأنه جهد سيحظى بكثير من الثقة باعتبار أن دولة مصر جمهورية مصر العربية كانت وما زالت اللاعب الرئيسي وربما تمثل القاعدة الصلبة في تحريك كثير من كافة الآليات الخاصة بإنقاذ الأوضاع في قطاع غزة على مدار ما يقارب 135 يوم حتى هذه اللحظة. وبالتالي طيب، الجهد مستمر على أكثر من صعيد، وأعتقد أن هذه المذكرة ستحظى بكثير من الاهتمام وأيضا رافعة سياسية من العواصم العربية والإقليمية والشرق الأوسطية، وربما المجتمع الدولي سيلعب دور المساند والداعم لأنه يريد أن يرى ضوءا في نهاية النفق بسبب الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، وبالتالي هذا الأثر الإيجابي من تلك المذكرة ربما تلعب دورا كبيرا في وضع إسرائيل وحشرها في الزاوية وفرض قرارات جديدة من قبل محكمة العدل الدولية تكون حجة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي عبر التواصل والتنسيق المصري لانتزاع كثير من الحقوق المهضومة للشعب الفلسطيني بعد 75 عاما من ممارسات عدوانيه وحشيه من قبل الاحتلال الاسرائيلي باتجاه الشعب الفلسطيني، وبالتالي ارى ان الاثر سيكون ايجابيا للغايه على المستوى العربي والاقليمي وربما الدولي في المرحله القادمه، كما قلت باستثناء اسرائيل التي سيوجعها مثل هذا الامر تماما، وترى ان القرار لاعب لديه استقلاليه في القرار والتحرك من اجل مساعده الاشقاء في فلسطين ومن اجل تكوين موقف عربي ضاغط يصب في مصلحه الشعب الفلسطيني في المقام الأول. طيب أستاذ أشرف، مع الوضع في الاعتبار تاريخية مصر للقضية الفلسطينية وجغرافيتها كذلك للأراضي الفلسطينية المحتلة، أي دور يتوقع الآن على مستوى الضغط الدولي بدخول مصر بمذكرة للمحكمة الدولية؟ بكل تأكيد المجتمع الدولي كان وما زال يراهن على الدور المصري الخاص بإنقاذ الأوضاع في قطاع غزة على كل الأصعدة، كان التحرك المصري فعال وإيجابي لم يتوانى في آخر لحظة واحدة على كافة الأصعدة الإنسانية والإغاثية والأمنية حتى وحتى على المستوى الدبلوماسي، لعبت الدبلوماسية الرئاسية المصرية برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. يعني أنا أتحدث حتى عن خصوصيتها الجغرافية أستاذ أشرف،
جغرافيا اعتقد ان هذا الامر سيؤدي لان في لدى اسرائيل كثير من الحشيه وامكانيات التعاطي بكثير من فك كثير من طلاسم الممانعه الاسرائيليه التي ترفض ان يكون هناك توصل لصفقه او حتى على الاقل امكانيات انهاء الاحتلال الاسرائيلي. ترى ان مثل هذا الامر باللاءات المصريه التي رفعتها مصر خط احمر فيما يتعلق ب اقتحام رفح او على الاقل احتلال محور فيلادلفيا او تهجير القصري، ربما هذه المذكره ستضيف لرصيد نصيد النجاحات المصريه في الرسائل المباشره للجانب الاسرائيلي، وترى فيها اسرائيل محاصره لمواقفها وسياساتها العدوانيه، وربما ترى ان في اللاعب المصري الذي يتمتع بمؤهلات ومؤهلات القوه والحضور والاشتباك السياسي والدبلوماسي كثير من القوه والرغبه في احداث نوع من ممارسه الضغوط على اسرائيل، وايضا توفير عنصر ضاغط بالتعاون مع مصر حتى اجبار اسرائيل على وقف الاعتداءات والاحتلال في قطاع غزه، ثم البحث في صيغه التفاهمات الخاصه بالصفقه الكبرى باعتبار ان مثل هذه المحاصره من قبل مصر لاسرائيل على كافه الاصعده سياسيا وامنيا ودبلوماسيا وحتى تفاوضيا، ثم ايضا في مذكره محكمه العدل الدوليه، ستكون مؤشر على قوه الضربه المصريه للجانب الاسرائيلي حتى يعيد النظر في سياساته على وجه السرعه، باعتبار انه يرى ان القاهره يشكل عنصر ضاغط وتمثل قاطره للمجتمع الدولي والمجتمع العربي والاقليمي، وما يؤدي الى اسرائيل الى مزيد من الخسائر فيما يتعلق ب عمليات القتل والتنكيل في قطاع غزة حتى هذه اللحظة. هل اختيار مصر أستاذ أشرف للمسار القانوني الآن من خلال العدل الدولية يشي بأنه أي ضغط دبلوماسي من خلال القاهرة على الجانب الإسرائيلي لن يحدث أي فارق؟ بالعكس، يعني فوارق كثيرة. القاهرة أرسلت المجتمع الدولي عدة رسائل أنها مع توفير حظوظ واستحقاقات إنقاذ الأوضاع في قطاع غزة، تحركت سياسيا ودبلوماسيا ورئاسيا منذ اللحظه الاولى، ثم تتعاطى في مرحله لاحقه اليوم وفي الايام القادمه عبر الشق القانوني، واعتقد المذكره المصريه التي قدمت وسوف يكون لديها مرافعه شفهيه يوم 21 سيكون هناك كثير من السرد المصري امام المحكمه لحجم الممارسات والاعتداءات الاسرائيليه على مدار 75 عاما، وفي نفس الوقت ايضا الاستعانه باخر ممارسات العدوانيه من قبل قوات الاحتلال منذ 135 يوم. وبالتالي مصر الأحقية من خلال ما وفرته من استحقاقات وجمع معلومات وأيضا توفير الاستحقاقات القانونية بمذكرة ربما تكون مقدمة ومكتوبة بكثير من الاقتدار والنجاح والتفوق المصري في توفير الشهادات على أرض الواقع من خلال الخبرة والحضور المصري والاشتباك مع إسرائيل على مدار 75 عاما ومواجهة مصر حروب عديدة من أجل القضية الفلسطينية والحقوق المصرية، ومصر ستكون هذه المذكرة لديها من التفصيل، لديها ايضا من استحقاقات النجاح، ربما تكون تحتوي على مجموعه من المقومات المتكامله التي من خلالها تستطيع مصر ان تحرك المحكمه العدل الدوليه لتعاطي جيد وايجابي في المرحله القادمه من اتخاذ مجموعه من القرارات تستعين بها مصر للذهاب الى الامم المتحده ومجلس الامن في مرحله لاحقه للبناء عليها في تقويض ممارسات الاحتلال الاسرائيلي داخل قطاع غزه، بالإضافة ليس فقط في قطاع غزة لكن في الضفة الغربية في القدس الشريف فيما يتعلق بممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، كل هذه التحركات الهدف منها بلورة موقف دولي يساعد في ضرورة وضع حد للأوضاع الحالية، وفي نفس الوقت القاهرة تسير جنبا إلى جنب مع هذه المذكرة في جهود التهدئة والمفاوضات الخاصة برعاية الصفقة الكبرى وممارسة الضغوط لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومع الشركاء الدوليين كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية وغير كل المنظمات المعنية بالتطورات العربي الإسرائيلي. القاهرة حاضرة بكثير من القوة على المستوى الأمني والسياسي والدبلوماسي والرئاسي، ثم يأتي الشق القانوني ليضيف مزيد من النجاح والحركية والمنهجية التي ربما تحرك كثير من المياه الراكدة في الموقف الدولي والإقليمي للتعاون مع مصر أيضا عبر المرافعة في محكمة العدل الدولية، وربما يتم الاستشهاد على بعض الأحكام الصادرة من المحكمة في مرحلة لاحقة ليكون عنصر ضاغط على إسرائيل تلعب من خلاله مصر توفير عناصر دولية تحاصر إسرائيل وتوفر كثير من الزخم للحصول على استحقاقات يمكن الإفادة منها في عمليات التفاوض مع ما يعرف مرحلة اليوم التالي لإقامة الدولة الفلسطينية أو إدارة قطاع غزة وتهدئة الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية بشكل عام في مرحلة القادمة. أشكرك جزيلا أستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، كنت معنا من القاهرة.